ديال الدعم. انا كنظن بان انا شخصيا كفنان ما عطيتش لا سميت، لانه هذاك ماشي دعم. الوزاره كتشري لوحه ماشي دعم، هذاك فيه بيع وشراء. تكون تقدموا، انا خليت هذاك المكان ديالي ما اشتركت، لانه ما قلت مزيان واحد اخر اللي يقدر يكون مخصوص او شي حد اخر اللي يكون في الحاجه لديك العمليه بحال هكاك. هذه من ناحيه، ومن ناحيه المقام احنا حطينا دوسي، حطينا واحد الملف فيه واحد الخدمه اللي هي تابعه لشي سبعه الفنانه. وكما تعرفوا المقام راه مؤسسه اللي عندها تقريبا 8 او 10 ديال الناس اللي كيخدموا فيها بالحقوق ديالهم وبالضمان الاجتماعي وبالمسائل ديالهم. تنحاولوا باش اي حاجه درناها تكون قانونيه، وتكون نعطيو المثال باش ما نكونوش كنهضروا هضره وكنديروا حاجه اخرى. إذا وللاسف ما كاين لا في الجمعيه ولا في هذا. هذا تيعني كاينين جوج الحوايج انا في النظر ديالي، اما حنا ما فهمناش شنو اللي وقع ولا كيفاش طريقه الدعم، مازال ما فهمناش مزيان، واخا هي نورمالمون اولا ما عندناش التجربه، لانه شي كيبغي التجربه قال لك دابا اللي فرنسي بانه الدعم تيتعطى سنويا. هذا الشيء ديال الدعم تيتعطى سنويا، ماشي جا غير في الكوفيد، كيتعطى سنويا. الكوفيد داروا دابا اللي داروا فيه غير باش عطاو للفنانه باش ياخذوا عمل من عند الفنانه او هذا الى اخره. مي اللي خاص يكون هو واحد الدعم اللي يكون مثلا يكون باين. احنا مثلا ما تنطلبوش مثلا شي حاجه تعطي الفلوس او شي حاجه، احنا اللي كنطلبوا هو يكون واحد الدعم اللي واحد المؤسسه اللي كتسير واحد الاشغال اللي فيها هاد سميتو فيها الشباب اللي كيشتغل في الميدان الثقافي وتينشط، خصهم يبقاو حيين ما يموتوش. ماشي بحال دابا حنايا مثلا المقام حنا سديناه ما لانه ما يمكنناش ما كاينش كيفاش نشتغلوا فيه. اذا في النظر ديالي تيخص واحد الطريقه اخرى اللي هي تكون عادله. انا في النظر ديالي الدعم خصو يكون غير في الصحه، في التغطيه الصحيه، ولا دارت الوزاره خدمتها في التغطيه الصحيه، او لا تشتغل في شي بحال كي كان في فرنسا تيدير واحد المطعم ديال ما عرفتش الفنان اللي ميت بالجوع يمشي للمطعم، والفنان اللي خصو اللي باش ما يموتش في السبيطارات من هذا خصو يكون عنده تغطيه صحيه. انا كنظن هذا دعم اساسي هو اللي خص الوزاره تخدم عليه بواحد الجديه وتخدم عليه بواحد هذا المقام. ما عمرو تنفع او استفد من درهم واحد ديال وزاره الثقافه. انا ما كنطلبش الصدقه، انا كنطلب حاجه وحده. بحال مثلا انا جيت لتحنا و 20 سنه كنشتغل فيها وداك الشيء، مثلا انا كنفضل مثلا تنخلص الضريبه انا تنخلص الدوله واحد المبلغ ديال الضرائب، ولكن بلا ما جاي من بلاصه ما فيها لا واد الحار لا ما لا الماء لا هذا لا ما مجهزاش كيف خصها تجهز باش نخلص داك الشيء ديال الضرائب. هذا من جهه، ومن جهه اخرى انا كنفضل مثلا المحلات اللي كيخدموا في الثقافه غادي تعفاهم الضرائب، ولا كانوا يتعفاهم الضرائب هذاك دعم بلا ما نمشي نطلب انا شي واحد يعطيني ولا نقول لها لا ولا هذه ولا هذه. اللي بغيت نقول في هذا الشيء كله لان خاص الوزاره تكون تتقلب على هي اللي تقلب، ملي تيجي راه تيجي راه هذاك راه هذاك خدمته تيصايب دواسا ويصايب هادي ويدير هادي هذاك خدمته دويسي. اما فنان او شي واحد اللي تيشتغل خص الدوله، حنا تيجيو عندنا تيجيو لي زالومباساد لومباسادور الامريكان هادي ديال فرنسا هادي ديال هادي هما اللي كيجيو، والدوله حنا عندنا اون دوغ دو السلطه المحليه اللي شي شويه تطرد البال وكتجي وهذا باسكو تيشرفها المكان وهذا وتقول عندنا واحد الحاجه اللي هي مزيانه. وزارة الثقافة في هذا الشأن اللي هو ديال مثلا المقام ندوي على المقام أو ندوي على حتى على الميراجان اللي هو عطى واحد عطى الكثير. وزارة الثقافة ما عمرنا درنا شي دوسي ولا شي حاجة ومشينا كنطلبوا، أول مرة فاش طرا هذا الشيء هذا هو فاش درنا دو دوسي وحطيناهم بحال الناس يقدروا. أنا في النظر ديالي ولا كان شي خلل غادي يكون إداري، خص الكارطه وخص هادي وكيما هادي وداك الشيء كذا وكذا وكذا. انا كنظن
خص يكون واحد خص تكون واحد الطريقه اخرى اللي هي معقوله وسلسه وكتمشي ديريكت لواحد الهدف اللي هو الناس اللي كيخدموا بمعقول واللي كيعطيو لهاد البلاد، ماشي كنعطيوهم فلوس يديروا في جيبهم، خصنا نعطيوهم باش يعطيو حتى هما خدامين تيخدموا واحد الحاجه اللي كنعرفوا فيها الفائده وكتشوفوها حيه. ودابا راه باش الحاجه اللي هي حيه راه باينه، ما بقاش دابا خصك تصور ولا تجيب هذا، راه غير التليفون تيصور لك الوقائع وكل شيء، كل شيء دابا باين، كل شيء باين، ما عدا ولا الوزاره بات الدواسه ما بغاتش داك الشيء اللي باين. ملي تيجي عندها تيطلب لها الفلوس، هذاك خدام تيطلب الفلوس، اللي خدام في الميدان خصو الوزاره تخرج عنده وتشوف واش كيدير وتعاونو ولا تشوف هي ديك الساعه تقرر واش تعاون ولا ما تعاونش.